نعم، في ناس في المعاملات يحتال حتى يستبيح ما حرم الله عز وجل، فمثلا يتعامل معاملة ظاهرة وصورة الصحة لكن يقصد به التوسل إلى معاملة الربوية. هذا يضرب له مثل بيع العينة. العينة هذه يعني عين البضاعة تذهب وترجع، عين البضاعة. واحد يريد أن يأخذ قرضا، قال عطني قرض 100 دينار وإن شاء الله آخر الشهر إن شاء الله أرد لك 120. قال لا حرام، شلون أعطيك 100 ترجع 120؟ كيف أعطيك 100 وترجع 120؟ حرام، وأنا ما أكل ربا والحمد لله، بس أنا محتاج تعال عندي بضاعة. تشتري البضاعة هذه ب 120 بالأجل. قال اشتري، شراها 120 سجل عنده، كم يطالبك؟ 120 صح؟ عطيت البضاعة، راح لف شوي رجع، قال تشتري من البضاعة هذه 100؟ اي والله اشتريها. خذها دخلها في المخزن، حاسب اعطاه 100 وانصرف. ها ايش اللي حصل؟ كم مطلوب؟ 120. وباع البضاعة نفسها 120 بالأجل ورد اشتراها منه نقد 100، عطاه 100 ومسجل عليه 120. اي من اول قلت لك عطني 100 رجع 120، قلت لا انا ابو فلان عيب عليه وحرام، والحين يعني مش حرام؟ اذا فعل هالفعل هذه كلها الدورة ها من اجل ماذا؟ ان يتوصل الى ما حرم الله. في البداية كانها بيع وسجل بالدين، ورد مرة ثانية اشتراها بالنقد واعطاه نقدا، فهذا اسمه بيع العينة، هذا محرم، هذا اشد من الربا. هو نوع الربا من اشد انواع. لماذا؟ لأنهم يفعلون هذا تحايلا على محارم الله، كأن الله ما يعلم ماذا يفعلون. حتى لو لم يكن في اتفاق، هذا مغلق. ما يصير تشتري بضاعة من واحد وممكن يأتيك بعد يقول احنا مش متفقين، ها يفتح الباب يفعل فعل يقول احنا مش متفقين. لا، بعت واحد بالأجل ما يصير تشتري منه مرة أخرى. لو فرض أنه سدد اللي عليه وسيارة واستعمل بعد فترة يريد أن يبيعها، أنت تشتري تبيعي قلت أشتريها منك، هذا لا بأس. أما عين البضاعة تشتريها بالأجل ثم تبيعها على البائع نفسه نقدا، تأخذ النقد ويطالبك أكثر، هذا حيلة على الربا. يقول ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية.